الحصول على مياه صالحة للشرب حلم يراود هذه السيدة التي تعيش في قرية على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو. تتردد حواء محمد على هذه البئر لجلب المياه، ذلك أن بئري القرية الوحيدتين لا توفران مياه نظيفة وكافية. أصبح عمقهما قريبا من السطح بفعل الإهمال، حيث الأحجار والدلاء المصنوعة من العلب البلاستيكية تعلو المياه. لدينا مشكلة في الحصول على مياه نظيفة، نريد المساعدة في حفر آبار عميقة توفر لنا مياه نظيفة. قريتنا تعاني شحا كبيرا في المياه، أناشد الهيئات الإنسانية مساعدة سكان هذه القرية لتوفير مياه صالحة للشرب. أما طريقة جلب المياه فهي تقليدية بدائية، تتطلب من النساء المكلفات غالبا بجلب المياه وفق العادات المحلية جهودا بدنية كبيرة، عادة لم ترحم فتيات صغيرات جدا من مهمة يصعب على الكبار القيام بها. الانهيار الجزئي في جسر القرية التي تعزلها مياه المحيط الهندي ساهم كذلك في مشكلة إيصال المياه إلى القرية، ما يضطر النساء إلى عبور مياه البحر التي قد يرتفع مستواها أحيانا بسبب المد البحري. في ظل غياب دور السلطات المحلية في ترشيد استخدام المياه وتوفير مصادر مياه نظيفة، فإن أزمة شح المياه ستبقى قائمة في البلاد. عبد الرحمن بخاري، العربية، قرية أبيدحن، جنوب غرب مقديشو.